يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة اليوم كالعادة مليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة، سواء على الساحة الرياضية المحلية أو العالمية، وبالتحديد كل ما يتعلق ويخص نادينا الحبيب النادي الأهلي، وأخبار كتير جدا وتفاصيل مهمة هنتكلم فيها مع حضراتكم على مدار فقرات حلقة النهاردة من الترند، وهي أولى حلقات هذا الأسبوع. لكن دايما بيكون مهم بالنسبة لنا تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة. السؤال هو: إيه توقعات حضراتكم لتشكيل النادي الأهلي في مواجهة الغد الهامة جدا أمام فريق البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز؟ هناخد تفاعل حضراتكم من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، في الجزء الأخير من حلقة الترند كما هو المعتاد. لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي: الأهلي يدخل معسكرا مغلقا بالأسكندرية استعدادا للبنك الأهلي. أما في الترند المحلي: الليلة منتخب اليد يواجه مقدونيا في كأس العالم. وأخيرا في الترند العالمي: صلاح يتحدث عن فارق السرعات بينه وبين ساديو ماني. طيب، أخبار كتير جدا مهمة، وده باين من خلال طبعا عناوين الحلقة النهاردة. لكن النهاردة في عدد من المباريات المهمة، سواء في كرة القدم ومختلف الدوريات حول العالم، وأيضا في بطولة كأس العالم لكرة اليد، وده حدث مهم جدا جدا بالنسبة لنا، كون أن أنت بتنظم هذه البطولة في ظل هذه الظروف. فبالتالي مصر دايما في الموعد، مصر دايما دايما بتضرب المثل بكل ما هو جيد وجميل وممتع من خلال هذا التنظيم الرائع حتى الآن، ومن خلال كل الإجراءات الاحترازية المتبعة لإنجاح هذا المحفل العالمي وهذه البطولة الكبيرة جدا، بطولة كأس العالم للكبار لكرة اليد. بالتالي أنا عايز أقول لحضراتكم أبرز مباريات اليوم في هذه البطولة. النهاردة أو في هذه اللحظات بتتلعب مباراة بيلاروسيا مع كوريا الجنوبية، لحد ما أدخل على طول قبل الهواء كان 13-8 لبيلاروسيا، مباراة قوية. النهاردة كمان منتخبنا الوطني هيلعب مباراته الثانية مع مقدونيا الساعة 7 بالليل، نتمنى له كل التوفيق بعد ما فاز في المباراة الأولى على تشيلي بنتيجة 35-29. كان الأداء مش هو قوي، يعني مش هو ده منتخب مصر اللي احنا مستنيينه، لكن دايما البدايات بتبقى صعبة، لكن واثقين فيهم جدا رجالتنا إن شاء الله إن هم يقدروا يعملوا نتائج جيدة ويوصلوا لأبعد مدى في هذه البطولة، وهي خصوصا هي على أرضنا. نفتقد الجمهور شوية، لكن نقدر بإذن شيء في هذا المحفل العالمي. النهارده كمان من ضمن المباريات في نفس التوقيت: النمسا مع فرنسا الساعة 7، المغرب مع البرتغال الساعة 7، والاتحاد الروسي مع سلوفينيا الساعة 7. الساعة 9:30 بالليل في ثلاث مباريات: سويسرا مع النرويج، الجزائر مع أيسلندا، وتشيلي مع السويد، ضمن فعاليات مجموعة منتخب مصر وهي المجموعة السابعة. ده فيما يتعلق بكأس العالم لكرة اليد. لكن فيما يخص كرة القدم وتحديدا الدوري الإنجليزي، النهارده في عدد من المباريات في الجولة رقم 19 من هذه البطولة القوية جدا بكل تأكيد. أول مباراة لعبت الساعة 2:30 ما بين ولفرهامبتون وويست بروميتش ألبيون، ومباراة كانت مثيرة جدا في الحقيقة. ويست بروميتش تقدم خارج أرضه بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 8، وبعد كده ولفرهامبتون قبل نهاية الشوط الأول رجع بهدفين بقى متقدم 2-1، وبعدين في الشوط الثاني في 4 دقائق قدر ويست بروميتش ألبيون هو يجيب هدفين، فبالتالي انتهت المباراة بنتيجة 3-2. في مباراة كمان أو مباراتين ابتدوا في هذه اللحظات: ليدز يونايتد مع برايتون، وويست هام يونايتد مع بيرنلي. الساعة 7:30 النهاردة في كمان في الدوري الإنجليزي فولام مع تشيلسي، والساعة 10 بالليل ليستر سيتي مع ساوثهامبتون. وبكرة طبعا في مباراة مهمة جدا وهي قمة هذه الجولة وقمة الدوري الإنجليزي ما بين ليفربول ومانشستر يونايتد. طيب، النهارده كمان في الدوري الايطالي في بعض المباريات الهامه: بولونيا بيلعب دلوقتي مع هيلاس فيرونا متقدم 1-0، الساعه 7 تورينو مع سبيزيا، والساعه 10:15 سامبدوريا مع اودينيزي. دي اهم وابرز مباريات اليوم في مختلف الدوريات، سواء فيما يتعلق ببطوله كاس العالم لكره اليد في مصر، او كمان فيما يخص الدوريات اللي بتتعلق بكره القدم وهي بالنسبة لكل الجماهير في العالم. طيب، خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نتكلم في بعض التفاصيل المهمة وآخر أخبار النادي الأهلي. استنونا.